أعضاء المجلس الجماعي اللي فيها استبق المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 مذكرة العرض السيد الكاتب. مذكرة عرض تتعلق بمعاينة إقالة بعض أعضاء المجلس الجماعي لفاس طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية. يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبي الاستدعاء لحضور 3 دورات متتالية أو 5 دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة، وعليه وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية فإن هذه النقطة معروضة على أنظار المجلس المقر قصد اتخاذ مقرر في الموضوع. إذا طبقا لهذا الشيء ديال القانون ديال ما يجري به النص القانوني في المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 المجلس سيوقف على غيابات بعض إخوان وأخوات أعضاء المجلس واللي تعدوا 3 ديال الدورات متتالية أو 5 ديال الدورات متقطعة. إذا الأمر يعني سي حميد شباط، فين هو؟ عندك سي حميد شباط، يلا قولهم. السي حميد شباط، الأخت فاطمة طارق، سناء جواهري، وكذلك سارة خضار. إذن هذا هو المتعين وهذا هو المعاينة في هذه الإقالة لبعض أعضاء. شكون؟